إذا أعزائي المشاهدين، التغطية متواصلة عبر تي في بازيدان لتغطية الليلة الافتتاحية لدورة ملتقى الشباب التاسع هنا على أرضية ملعب البحر. يسعدني ويشرفني في هذه اللحظات أن أستضيف أحد الشخصيات الحاضرة في هذه الليلة ومن الجماهير المتواجدة في أرضية الملعب، زياد العتيبي. بداية نرحب بك ونمسي عليك عبر تي في بازيدان. الله يحييكم، نحيي فيكم ونحيي في قناتكم، يعطيها العافية، ما تقصر في كل البطولات. بداية زياد، كيف شفت مستوى تنظيم هذه البطولة؟ والله المتابع لهذه البطولة صراحة ما يقصرون الشباب، وخاصة فيها توعية للشباب وفيها نصيحة وبرامجها حلوة وكمان بطولتها حلوة. الله يوفق الجميع إن شاء الله. المباراة الافتتاحية والشوط الأول كيف شفته؟ الشوط الأول يعني متوسط، العمدة ما قصر، يعني سجل هدف وكان ماسك الكورة، إن شاء الله يكمل الشوط الثاني يفوز. توقعاتك كم تنتهي؟ إن شاء الله 3-0 العمدة. أمي صعبة؟ لا مي صعبة، موجود منصور الشريف وابو ناصر، مي صعبة. ابو الترجي يعني فريق قادر انه يرجع، بس ترجي مو زي اول، خلاص ما عاد في الروح حقته. طيب يعطيك العافية.